10 على 10 برافو، لانه الكمال لله، الكمال لله. تمشي كفر هنا، تمشي اورجو هنا، تمشي انذار هنا، الطاقم فاش يوصل انا تلت سعود على 10، لان كان نقاش مع بعض الاصدقاء قبل ما نتصل بكم، فالتحكيم كان جيد، وانا جد راضي على التحكيم ديال، ليس لانهم مغاربه، بل خرجوا المباراه الى بر الامام. منير خاصها تكون عندنا، حتى الثقافه ديال لانهم مغاربه في بعض الاحيان، خاصها تكون عندنا الثقافه. انت تطبق عليا من ناحيه الاخوان المصريين، من ناحيه الاخوان التوانسه. انا عرفت فين مشيتي. انا شوف، انا شخصيا لعب معايا في الارض 4-4-2 في الارض، ورد عليك ابا خالد. سيمبرو، شوف انا سيمبرو، وخلينا نكملوا مع الكره. سيمبرو، انا شخصيا نعطي السيد جيد حكم دولي، وراه حكم دولي نزوب الحكم ديالنا، أعطي 10 على 10. كانت الكاريزما، كان الشخصية، فيزيكمو كان مزيان، كان قريب، جميع الأخطاء كان قريب ليهم دائما. جيد. أنت أعطيتي 10 على 10 سي جويا. أعطيته على 10. أنا أعطيته 9 على 10، وغادي نقولها لي أنايا اليوم باللي إن شاء الله غيدخل الفندق، غادي نصيفط ليه التسجيل ديالك ونقول ليه سي جويا راه عطاك 10 على 10 وأنا عطيتك 9 على 10. واخا أنا ما تنفهمش في التلقيد ديال الحكام، ولكن حكم التتبع ديالي وبلغوا التحيات ديالنا سي منير الحكام. مبلغ تبعنا، راه متبعنا ومتبعنا القرارات ديال قناه شوف تي في، ودائما تيقول لي اللهم بارك اللهم يسر. الله يحفظك. حنا نقولوا اللهم بارك اللهم يسر. تتبقى حكام من الحكام اللي بصراحه حنايا تنبغيو، بالاخص باش تكون خارج مثلا بحال هاد البطولات، خارج المغرب. نخليو سي منير تكون دابا. انا مش نبدا نبدع، تتقاطعني علاش؟ واش تخلصني؟ خليني ندوي على السي هشام. ندير واحد القضيه، واش ممكن نستضيفو ان شاء الله بعد الدخول ديالو الارض المملكه المغربيه؟ مرحبا مرحبا. انا كنت وصلت معاه، الى بغى راه الدعوه مفتوحه لسي رضوان جيد. اذا غير يدخل ان شاء الله، غيكون عنده لو ستاج، وخيدوز معنا غير عبر زوم ولا عبر. مرحبا مرحبا مرحبا. على هذه المشاركه، وكيفاش الحكم المغاربه يستعدون للبطوله الاحترافيه. مرحبا سي منير.